انضم إلينا من بروكس المراسل الغد سلام كيالي. سلام، إلى أين وصلت عمليات الإنقاذ؟ نعم صباح، حتى مساء الأمس كان رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى المناطق المنكوبة وخلع أبواب المنازل لمحاولة العثور على بعض الناجين. لا ننسى أن ارتفاع المياه في مدينة ليج وأيضا في فيرفيا جنوب بلجيكا وصل إلى مترين، بمعنى أنه غطى المنازل ودخلت المياه إلى المنازل. عندما كنا في ليج منذ يومين كان هنالك مناظر مأساوية، كافة البيوت هنالك بيوت دمرت بشكل كامل، ولكن ما يجب قوله حتى الآن أن حصيلة الوفيات حتى هذه اللحظة هي 28 على ما أعلنته السلطات البلجيكية، ولكن هذا الرقم مرشح للازدياد كون هنالك 20 مفقودا لم يتم تحديد أماكنهم حتى الآن. وأيضا كما قلت هنالك عمليات اقتحام لبعض المنازل في المناطق المنكوبة، بمعنى أنه يمكن أن يتم العثور على بعض الناجين أو بعض الوفيات. أمس كان هنالك زيارة لرئيس الوزراء البلجيكي وأيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلة فون دير لاين لهذه المناطق المنكوبة. هذه المناطق أيضا تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، أكثر من 20,000 منزل انقطع عنهم التيار الكهربائي بسبب الفيضان، وأيضا هنالك نحو 11,000 عائلة نزحت من منازلها. السلطات المحلية قالت أن عمليات الإجلاء ساهمت بإنقاذ نحو 800 شخص من الفقدان أو حتى الموت، كون الفيضان أو مياه الفيضان ساهمت أو أدت إلى عزل هذه المناطق بشكل كامل. بالمناسبة حتى في ألمانيا حتى هذه اللحظة هنالك أعمال إنقاذ جارية على الأرض، هنالك 1300 مفقود، 156 قتيل حتى الآن، وهنالك 700 مصاب، بمعنى أنه أيضا في ألمانيا مرشح أعداد الإصابات أو الوفيات بالأصح للإزدياد. بالمناسبة الآن منذ يوم أمس هنالك انحسار المياه النهر نهر الميز في مدينة ليج، ولكن الأجواء مشمسة حتى 5 أيام، الأمطار ستعود مع يوم الجمعة المقبل أو يوم السبت، وهنالك مخاوف من تكرار الكارثة. هنالك جهود حثيثة، سلطة البلدية سلطة ليج عفوا مقاطعة ليج طلبت من السكان الابتعاد عن من السكان المجاورين لنهر الميز عمليا بالابتعاد عن بيوتهم في الوقت الحالي، مخافة أن يكون هنالك تأثيرات جديدة لهذه الفيضان أو لهذه الأمطار خاصة خلال الأسبوع. نعم صراحة. سلام كيالي مراسل الغد، كنت معنا من بروكسل، أشكرك شكرا جزيلا.